ستارت اب اكت هي مبادره جامعه باش تحرر طاقات البلاد في خلق المشاريع وباش تعمل اطار يشجع على بعث الستارت اب وتطويرهم انطلاقا من تونس. عالم ستارت اب اكت وما فيه عنده مدخل واحد اللي هو لابيل ستارت اب. لو لابيل ستارت اب باش شركه تتحصل على اللابيل يلزمها تستوفي 5 شروط: عمرها اقل من 8 سنين، حجمها يكون محدود من ناحيه رقم المعاملات ومجموع الاصول وعدد المتوظفين، راس مالها يكون مستقل، البزنس موديل متاعها يكون مجدد، وأخيراً سكيلابيليتي، وهي القابلية باش المشروع يكبر في سعة. عالم ستارت اب اكت يوفر برشا حوافز وتشجيعات للستارت اب المتحصلة على اللابيل، والتشجيعات تشمل الباعثين والمستثمرين زادة. بالنسبة للباعثين، منحة ستارت اب تخص الباعث ودو كوفاوندرز معه وتوصل حتى ل 5000 دينار في الشهر كل واحد، وللي يخدموا في القطاع العام والخاص عندهم الحق في عطلة البعث ستارت اب متاعهم. بالنسبة للطلبة والمتخرجين ينجموا يكملوا ينتفعوا ببرامج الإدماج المهني كيما لي سي في بي، وعلى خاطر براءة الاختراع مهمة تسجيلها مكفول زادة في تونس وفي الخارج. بالنسبة للحوافز اللي تهم الشركة، من أهمها إعفاء تام من الضريبة والمساهمات الاجتماعية. ستارت اب تنتفع بحساب بنكي خاص بالعملة الأجنبية يتم استعماله بحرية مطلقة، وزيد سقف تمويل البطاقة التكنولوجية يمر من 10,000 ل 100,000 دينار في العام. وللي يحبوا يستثمروا في ستارت اب عندهم زادة تشجيعات، منها الطرح الجبائي وقت الاستثمار وإعفاء جبائي على المكاسب وقت التفويت. ستارت اب اكت مبادرة تتبنى بالنتيجة والتطور، وراها كوميونيتي كبيرة تنجموا تكونوا طرف فيها. باش تفهموا الرؤية اللي ورا ستارت اب اكت، الإطار والتفاصيل كاملة وتكتشفوا الخطوات القادمة، زوروا www.startupact.tn.